من المعروف أن للصيام تأثير إيجابي على الصحة العامة، بحيث يطهر الجسم من السموم الضارة، ولذلك قد يكون شهر رمضان فرصة مثالية لبدء أسلوب حياة صحي. وإلى جانب أهميته الروحانية، فإن شهر الصيام ممكن أن يكون أفضل وقت للحصول على مجموعة من الفوائد للصحة الجسدية. وفيما يلي مجموعة من الفوائد اللي بيوفرها الصيام: يضبط الجوع. بشهر رمضان بيعتاد الجسم على تناول كميات أقل من الطعام، مما يعطي المعدة والجهاز الهضمي فرصة للتقلص. ينظم الكوليسترول. أظهرت الدراسات أن الامتناع عن الطعام والشراب لفترة معينة من الوقت يقلل من نسبة الكوليسترول، مما يؤدي لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض. إزالة السموم. عندما يكون الجسم في رحلة صيام لمدة شهر، فإنه يقوم بشكل طبيعي بتطهير نظامه من السموم المتراكمة. امتصاص المغذيات. يمكن للصيام طوال اليوم أن يجعل عملية الأيض لدينا أكثر كفاءة. يعزز الصحة العقلية. الصوم يجعل الدماغ أكثر مرونة وقدرة على التكيف، ويحسن المزاج والذاكرة. مستويات السكر الصحية. يؤدي الامتناع عن الطعام إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يساعد الجسم بدوره على استخدام الجلوكوز المخزن للحصول على الطاقة، وهذا يؤدي إلى تنظيم الجسم لنفسه بشكل طبيعي. وأثناء الصيام يعتمد الجسم تدريجيا على الدهون أكثر من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، ويخفض إنتاج الأنسولين.